احنا في مصر عندنا رياضيين طبعا، تاريخنا مشرف عموما في الوجوه الرياضية اكيد، عندنا مواهب تخض طول الوقت. هل كنا مهتمين ولا مش مهتمين؟ ما اقدرش اقول لك ما كانش عندنا اهتمام، لكن كان الاهتمام الظاهري، عارف اللي بيخش كده ينظف البيت بالبتاع الرياشه دي فيبدو البيت نظيف، لكن انت نظفت من على الوش. ده اللي كان بيحصل، الاهتمام الظاهري. لكن عاوز تشوف الاهتمام الحقيقي لما تلاقي نفسك بتستضيف بطولات عالم عادي، وفي ظل الكورونا تستضيف بطولات عالم زي مثلا بطولة اليد في ظل الكورونا، فالعالم كله يتكلم على النظام شديد الإحكام اللي انت عملته في بطولة العالم لكرة اليد، فيبقى العالم بيحكي وبيتحاكى على ازاي المصريين عملوا ده في وقت العالم كله عامل لوك داون ومفيش اي حاجة، كله منغلق على ذواته، وانت تستضيف بطولة عالم وهلم جر. طيب لو حصلت أزمة عند أي رياضي، لا هو بالمناسبة لو حصل أزمة عند أي مواطن في يعني في المطلق، ولا كان حد بيعير أي انتباه. طيب وماذا عن الرياضيين؟ ولا حد بيعير أي انتباه برضه. لكن لما يحصل قصة زي المتعلقة بأحمد فؤاد بغدودة، تجد أنه رأس الدولة بنفسه يتدخل ويوجه ويقول هنعمل كذا، وانه بغدوده والابطال والموهوبين الكبار بتوعنا تتم رعايتهم من قبل الدوله بشكل مباشر، وياخدوا تدريبات في الاكاديميه الوطنيه وما الى ذلك. طيب على خلفيه قصه بغدوده طبعا الاخوان صالوا وجالوا، لكن هنا تشوف اهتمام الدوله واهتمام رئيس الجمهوريه بنفسه، ثم تجد بغدوده وهو بيقول ايه بقى؟ وهو بيتكلم على عودته لمصر. اولا احمد فؤاد بغدوده يوجه كل الشكر ده على لسانه هو والامتنان لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول ظهور ليه من وقت ما اختفى في تونس، او من وقت ما ساب تونس يعني، من بعثه منتخب مصر المصارعه واللي كانوا مشاركين في البطوله الافريقيه بتونس الشهر اللي فات، ويقول انا هعيش في مصر وهموت في مصر. تعال نسمع بغدودة قال ايه. السلام عليكم، انا اسمي احمد فؤاد بغدودة، لاعب منتخب مصر المصارعة. اتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم. احب اشكر حضرتك يا رئيس على الدعوة دي الاكاديمية. بجد انا اول ما عرفت ان حضرتك بعتلي الدعوة دي كنت مبسوط جدا والله، وبحب اشكر حضرتك، وانا مش هارب والله ولا حاجة. انا بحب مصر وانا اتولدت فيها وهموت فيها، ومصر مليانة مواهب كتير زي احمد بغدودة، بس عاوزين الدعم وحسن التعامل مع اللعيبة. واحب اشكر الشعب المصري العظيم على دعمه ليه، بجد انتم اجمل حاجة في حياتي وده الفترة دي. وبجد يا سيادة الرئيس انا بشكر حضرتك على الاهتمام بي، وشكرا. ابويا الحاج فؤاد، عامل ايه يا حاج؟ وحشنا والله. انا اسف يا حاج اني خدت القرار ده من غير ما اعرفك، ما بخبى عليك حاجة، بس والله يا حاج لو انا قلت لك وكنتش هتوافق وكنت هتقولي عاوزك تحقق حلمك. انا اسف يا بابا، بس انا بقيت راجل وعندي احساس. انت تعبت معايا كتير قوي، وكنت بتبخل على نفسك وعلى اخواتي عشان اعرف اصرف على نفسي وعلى كليتي وعلى سفري وعلى فتناتي. امي حبيبتي وحشتيني والله، انا مش عارف اقولك ايه غير سامحيني يا امي، وسامحين على امي قلقتك عليا كتير. تصدق وانا قاعد عمال بسمع احمد فؤاد بغدوده دلوقتي وقاعد عمال بفكر برضه بحكم السن يعني بعقليه اب، في النهايه هو فعلا قد ولادي فعلا يعني، فانا قاعد عمال بفكر في انه انا مش زعلان منه، يعني لو ابني عمل كده هبقى واخد على خاطري. اولا ما تعملش حاجه من غير ما تشورني حتى يا اخي، او انه طب لما اكلمك رد عليا يا اخي، زعلان يعني. بس شوف هو بيقول ايه، ما خلي بالك انت بتتكلم على شاب صغير، شاب بيقول ما تزعلش مني يا حاج، بيكلم ابوه فبيقول له ما تزعلش وانا مش عاوز اعمل حاجه كانت ضد رغبتك، بس انا عارف انك كنت هتقولي لا، بس انا عاوز اشيل المسؤوليه وعايز اعرف اصرف على نفسي واصرف على السفر واصرف على الرياضه. هو الولد عاوز يشيل المسؤوليه، ده مش ولد متنصل من المسؤوليه. اولا هو بطل رياضي، وحتى الناس في الاتحاد اللي كلمناهم كانوا بيقولوا كده، قالوا يا جماعه ده بطل، ده جامد، ده ما حصلش، ده احنا بنستثمر فيه، ده احنا بنفكر في
أنا قلقان لأن أبكي على باب مسكوب، خلاص القصة فيها تحقيقات يعني، لكن هرجعك على هو يا جماعة ده ولد في عمر المراهقة، أنتوا فاهمين أقصد إيه؟ فهو خدته انفعالاته، أدي كل المسألة. لكن أول ما لقى مصر بتحضنه وبتقول له بص أنت واللي زيك، أولاً هو أنتوا في عينينا طلباتكم أوامر وهنستثمر فيكوا كل الاستثمار الممكن علشان تطلعوا أحسن أبطال تكسروا الدنيا. فيروح بغدودة مصور ده، طب هو بغدودة راجل موجود في بلاد بره ومصور ده، يعني هو بيتكلم ده بإرادته الكاملة الذاتية الحرة، وهو يعني ما يقول إنه بمنتهى البساطة يقدر يفضل بره لو كان عاوز يفضل بره، وخمس تلاف جهة مستعدة تتبناه. لكن هو لما لقى إنه في تفاهم وفي احتواء وفي رعاية وفي كل اللي بيفكر فيه واللي بيحلم فيه علشان يبقى بطل كبير، وإنه يقدر ساعتها يقلل من الأحمال والأعباء المادية على والده، قال لك بس كده خلاص أنا جاي، أنا مش وحش، أنا جاي، أنا بحب بلدي وعايز أجيب بطولات باسم بلدي وعاوز أكمل في بلدي وهعيش هنا وهموت هنا. بس ده خلاصة القول، نقطة ومن أول السطر